ورجعنا لكم مرة تانية. يا رب التقرير يكون عجبكم، بجد احنا تعبنا فيه جدا والله. يعني رحنا المزرعة بتاعت أوسا وصورنا معاها، وهي كانت المفروض تبقى معانا النهاردة، بس للأسف يعني لظروف خاصة بيها ما قدرتش تيجي، وكنا هنجيب لكم أسد كمان والله، بس إن شاء الله نعوضها في الحلقات الجاية. معانا دلوقتي الموديل والبلوجر ميرنا هاجرس. ازيك يا ميرنا؟ ازيك؟ عامل عاملة ايه؟ ايه؟ تمام الأخبار؟ الحمد لله. ميرنا قولي لي بقى، انت بقى لك 4 سنين موديل وبلوجر. بالظبط. انت من المنصورة، عندك 23 سنة. قولي لي بقى، بدأت مجال الموديلنج ازاي؟ بصي، هي جت معايا صدفة. اوكي. كان عادي، لقيت حد منزل طالب موديل، كنت انا 18 سنة يعني حاجة صغيرة. صغير. فبعت الصور، كانت صور عادية، كنت انا بحب التصوير من وانا صغيرة يعني من 18. فقالت لي تعالي وكده، وكان اول سيشن انزله كانت المفروض ميك اب ارتست مشهورة عندنا، فعملت لي ميك اب وحلو وخلاص، ونزلت الصور عندي وعندها. فلقيت بعد كده ناس بتبعت لي. اوكي، بدأ بقى يجي لك شغل تاني من خلال بالظبط. الشغل ده. فلقيت مثلا محل معروف عندنا في المنصوره بعت لي. انا بالنسبه لي كان الموضوع جديد، لان احنا في المنصوره اوكي، مفيش مودلز ما كتير في فيش المنصوره. اصلا حاجه اسمها موديل، يعني كانت حاجه شاذه جدا عندنا ان حد من المنصوره، واحنا طبعا ما عندناش زي مكاتب الكاستنج اللي هنا والكلام ده، يعني حاجه يعني غريبه. المنصوره زيها زي بورسعيد، يعني بورسعيد برضو ما فيهاش، يعني يمكن اشهر موديل في بورسعيد شهد سامي، صح؟ صح؟ صح يا شهد؟ هي المنصورة احنا برضه فعلا ما ودمياط. كانش عندنا، بالظبط. ولسه لغاية دلوقتي مفيش لحد دلوقتي كتير. مفيش مكاتب كاستنج. كله بيجي هنا، يعني أي موديل تلاقيها اتعرفت أو حاجة تلاقيها خلاص نقلت على انت القاهرة. أكيد تعبتي، يعني أكيد واجهتي حاجات كتير من عشان أنت عايشة في أسافر أصلا المنصورة وتيجي هنا القاهرة، فأكيد واجهتي حاجات. إيه بقى الحاجات، الصعوبات حاجات اللي كتير واجهتك في جدا طريقك؟ طبعا، واولها ان انا اصلا اقنع اهلي بفكره ان انا ابقى موديل. يعني بالنسبه لهم بقى ان انا حاجه، انت ايه هتجيب لنا العار بقى، فاهم؟ اللي هو انت موديل ازاي؟ فاول حاجه ان انا اتناقش مع اهلي ان انا ازاي هبقى موديل. في الاول رفضهم، وبعد كده لما لقوني ان انا خلاص مصره فتمام. طبعا حوار ان انا ابقى اسافر القاهره لو في تصوير او حاجه صعب جدا. غير كده برضو يعني فاهم فكره الناس حوالينا، يعني كانت صعبه جدا ان انا اقنع الناس. بس انت ليه حاطه نفسك في الموديل بس؟ يعني انت برضو بلوجر، يعني انت عندك انستجرام اكتف عليه حوالي 300,000. بالظبط، ماشي. تمام. ما هو اصلا يعني ايه بقى، نبدا يعني ايه بكده. بلوجر بس الاول؟ يعني قولي لي يعني ايه بلوجر، بصي، انا عايزه اعرف الفرق بين البلوجر والموديل، والموديل. لان الناس كتير قوي بتتلخبط بينهم، وناس كتير مش عارفه يعني ايه بلوجر اصلا او يعني ايه انفلونسر. فاشرحي بقى للناس. بصي، هي كلهم مرتبطين ببعض، يعني هي دايره كده مع بعض. او يعني البلوجر دي اصلا يعني هي بالعربي هي مدونه. يعني ايه؟ يعني انا بعرض منتجات، بعرض لبس، بفهم الناس مثلا زي اعلان، فاهمه؟ يعني انا بستخدم صفحتي ان انا بعرض شغل مثلا. يعني انت مثلا مصممه ازياء، تبعتي لي مثلا منتج انا البسه او اصوره، فانا حاسه ان البلوجر والموديل يعتبر واحد. تمام. بس الفرق ان انا لو موديل فانا هلبس اللي انت هتقول عليه، انا دي شغلتي، هلبس بكذا اللي انت قلت عليه. لكن البلوجر انا ممكن اعمل ستايل خاص لنفسي، هي وفي اللي ناس بتختار اكتر. بالظبط بتقدم محتوى، يعني البلوجر ده بيقدم محتوى على الانستجرام، صح؟ بالظبط، هي فكره محتوى. يعني الناس اللي بتعملي فولو دي يا اما حابه شخصيتك. عايزه تشوفك انت بتقدمي ايه. بالظبط. انت لان بقى مش كلنا بتقدمي ايه؟ واحد. ما هو انا بقدم ايه؟ انا مثلا في ناس الاول بتبقى حابه الستايل مثلا اللي انا بقدمه او كده. ممكن واحده تكون عندها فرح او حاجه تسالني طب البس ايه، طب الاقي ايه عن ايه. غير كده برضو في مراكز بتاعه كوزماتكس وكده، بتعملها نوع من انواع الماركتنج، دعايه. الدعايه. طبعا ده بيبقى مدفوع الاجر وبناخد فلوس من على الاخر، يعني الهوا كده، عشان يعني ما على طلعش الهوا، اقول ان احنا عشان بالحب. برضو الناس تفهم يعني ايه بلوجر، لان الناس كتير بتقول انتوا مستفيدين ايه من اكيد انا مش هضيع وقتي، واكيد مش هضيع يعني كل الوقت ده في حاجه ملهاش لازمه. وفي هي حاجه ليها برضو فايدتين. مهمه محتاجه الناس تفهمها، انه البلوجر يعني في ناس كتير بيقولوا ان هي عشان بتاخد فلوس فهي ممكن تعمل اي حاجه. لا فلا، لا، يعني عايزاكي توضحي بصي، هي برضو دي للناس ان هم في ناس بيختاروا كده. هو وبيشوفوا. في بصراحه ناس بتاخد فلوس مقابل، حتى لو المنتج وحش هقول عليه اهي فلوس وخلاص. اوكي. بس هي امانه، لان الناس هترجع لك في الاخر. هي اصلا فكره البلوجر انك بيبقى في كونكت بينك وبين الناس. يعني انا لو ما اتصلتش بيهم كده واتكلمت، مش بتصل بس بيهم. هو بيجي لك على 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 اساس ان الاكونت بتاعك على الانستجرام عالي او اكتف، فهو ايوه، بيجي بس ما لك ينفعش عشان اقبل اي حاجه. انت فاهم قصدي؟ يعني ايه ما تعرفش تعمل اي حاجه؟ ما اقدرش. يعني انت ممكن المنتج بتاعك يضر، فانا لازم اجربه عليا. المنتج حلو هرشحه للناس. لو شخص واحد استخدمه على اساس كلامي وانا قلت ان هو حلو، مسؤوليه عليا. ف طيب انا هنقلك في حته تانيه خالص. ايه علاقه يعني حته المجال ده تانية بقى بدراستك؟ ولا اي حاجه خالص. يعني ايه اللي حبيبك فيه؟ اشمعنى المجال ده اللي اخترتيه؟ اشمعنى مجال الموديلنج والبلوجر والانفلونسر وقصه السوشيال ميديا دي؟ اشمعنى ده المجال اللي انت قلتي انا عايز اختاره او بص، عايز اسلكه؟ هو انا دراستي اولا ملهاش علاقه خالص بالموضوع. انا دراستي تربيه انجليش، يعني انا مدرسه المفروض. تمام. دي ملهاش علاقه بالموضوع خالص.
بس بص، هو انا كنت اصلا نفسي ابقى ديزاينر او حاجه من كده، ف اهلي اجبروني ان ابقى مدرسه، فانا مش خلاص رضيتهم وبقيت مدرسه. حبيت بعمل حاجه بحبها. ليه اخترت المجال ده؟ لان انا بحب الناس تسالني وارد عليهم بيحب اصلا. يبقى في كونكت بينك وبين الناس بالظبط، يعني. يعني انا كنت اوكي. من زمان اجرب الحاجه فحد يسالني، فانا بقيت حبها كده. وماديا كويس جدا بصراحه، بتجيب لنا فلوس حلوه يعني. انا مثلا لما اولا بتجيب لها فلوس هدايا حلوه. ايه ده يعني؟ يعني طب قولي لي، يعني يعني انت مثلا مش بص بتشتغلي حاجه تانية او مش بتشتغلي بشهادتك او لا، بمجالك الاساسي؟ اشتغلت فتره صغيره اوكي. وما قدرتش طبعا اكمل، لكن لان طبعا الشغل دي بياخد الوقت كامل. فكره ان اصلا يتبعت لك منتج انت لازم تجربيه وتدرسيه كويس عشان تتكلمي عليه، صح. حاجات كتير. برضو الموديلنج، انا كنت شغاله في الموديلنج برضو ولسه ستيل شغاله، بس يعني هي مسؤوليه. هو في ناس بتقول دي حاجه تافهه ولا وكده، لا لكن في ناس خالص طبعا. بتتابع وفي ناس بتكلمني تحكي لي مشاكلها. والله في ناس وغير بتقول المشاكل انك تنزلي اصلا سيشن وتلبسي 30 40 قطعه بالظبط وتسافري في عز الشتاء عشان الناس تلبسي تعرف ده صيفي منين، والناس تسالك وبتتابع معاكي طب ده منين، طب اجيبه بايه. وبحاول ان انا ادور على الحاجه انها تبقى مش غاليه قوي على الناس، لان مش كله هيقدر يجيب بالاسعار دي. وفي مشكله كمان، ان مثلا احنا عندك الصيف بدايه السيزون الشتوي بيبقى لسه في الصيف، فبتلبسي شتوي جدا في في عز عز الصيف الصيف، والعكس يعني في عز الصيف في عز الشتاء تكوني لابسه غير صيف. اصلا بشرتنا بتتبهدل من الميك اب الكتير، وعينينا بتتعب من اللانزز وكل الحاجات دي. طيب بس قولي لازم لي يا ميرنا، مين بقى ساعدك في المجال؟ يعني في الاول كان اهلك معترضين شويه، هما ستيل لسه معترضين لغايه اوكي دلوقتي يبقى اكيد مش هم اللي ساعدوكي. خالص. مين بقى ساعدك؟ لا، هما كانوا رافضين تماما، بس انا اخويا اللي ساعدني. وانا اخويا دكتور، اوكي. فمالوش اصلا في المجال ومبيحبش الشهره ولا الحاجات دي خالص، بس هو كان دايما شايفني بنجح فكان بيساعدني. واللي ساعدني برضو ناس تانية في المجال، اوكي. مش بنات، لان البنات كلها بتنفسن من بعض، ده طبيعي، بس يا كذا طبعا حد. بوظنا الحلقه يا استاذه. احنا بنتكلم بصراحه. طيب بس انا عايز اسالك سؤال بقى. انت دلوقتي مرتبطه، حلو، مرتبطه بشخص، مثلا الشخص ده يعني مثال، ومثلا قال لك ايه، لا المجال اللي انت فيه ده مش عاجبني، انا عايزك تطلعي بره المجال ده وتشتغلي مدرسه، لا، ما يقول مع ايه نفسه. رد هو فعلك؟ اصلا يقول جاي مع واخدني نفسه، ايه؟ ما انا هقول لك يقول مع حاجه. نفسك يا عم. هو اصلا جاي من الاول عارفني، فالمفروض يعني هو عارف كده، يا يرضى بكده يا مش هيجي يغير لي حياتي كلها. ممكن يقول لي نقط معينه مش عاجباه نتفاهم فيها مع بعض، لكن الغي شغلك خالص واقعدي في البيت وجوز السيد. طب ولو اتجوزتي ولقيتي ان المسؤوليه يعني بتحتم عليكي انك خلاص بصي، وعيال هو اكيد طبعا لو الموضوع هيجي على بيتي فلا يعني. بس في ناس كتير، في بلوجرز كتير مشهورين ومعاهم اطفال وقادرين دي حقيقه. يسيطروا في بيت وبيقدروا يعني. انت ما فكرتش في التمثيل يا ميرنا؟ بص، ما فيش حد ما بيفكرش يعني، اي حد في المجال ده هتلاقيه وش بيتجه بعدها للتمثيل وبيفكر فيه، بس الموضوع كبير ومحتاج ان هو يدرس له، ومحتاج حاجه مش هطلع كده وخلاص، فاهم؟ هي مسؤوليه كبيره قوي لكن التمثيل. ما خدتيش خطوه مثلا، هي خدتي كانت ورشه، هوايه، خدتي هي كانت هوايه من وانا صغيره، اللي هو اوكي. جو بقى ثانوي والكليه والحاجات دي، بس جو ان انا اطلع لسه محتاجه ادرس لها. بحاول دلوقتي باخد ورشه، وان شاء الله يعني طب ان ايه شاء الله. خططك تاني غير التمثيل؟ خططي ان انا عايزه ابقى ديزاينر، بس انا مش عايزه ابقى ديزاينر للعاديين اللي هو ناس رفيعه، عايزه اللي هم الناس المليانه شويه، اوكي. لان الناس دي ما بتلاقيش مقاسها، فبتجيلي دايما مسجات ان انا نفسي البس ده بس مش مقاسي. يعني انت عايزه تبقى ديزاينر للكيرفي، شايك الكلمه، للكيرفي. للكيرفي، طب على اساس ان حضرتك مثلا مليانه فانت لا عامله مش كده، حسابهم بس ولا ايه؟ ده انت حاسه اللي بمشاكلهم يا مين. حاسه بمشاكلهم يعني. انا بلاقي مقاسي في اي حاجه، بتجيلي واحده تقول لي انا نفسي البس ده بس انا مش لاقيه مقاسي. يعني في اصلا التركي مثلا اخره في خلاص كله بيبقى اللي هو صغير، مقاسات مايو فالناس ما الفرنسي بتعرفش. فانت اكتر عايزه تتخصصي انك لل تبقي لمشكلتهم دي. يعني اللي هم فوق ال 100، فوق ال 100 كيلو، صح ولو كده؟ اقل برضو في ناس من اول ال90 كده ما بيلاقوش مقاساتهم وستايلات ريق عليهم، وغير فانا المقاسات. هعمل لاين انا كده كنت معين هتكلم ان في انا كده، ان في ناس مثلا عايزه يعني الكيرفي دول لازم حاجات معينه انا ما اعرفهاش قوي، بس مثلا مخطط، بالظبط في المخطط حاجات معينه انا يعرضهم، بدرس لها المقلم دلوقتي. يرفعهم كده يعني يعني. انا بحاول ان انا اقرا، لان طبعا مفيش حد بيدي فيها كورس، فانا باخد من جوجل بقى والحاجات دي، باخد كده معلومات، وفي بتكلم مع كذا دكتور بتاع تغذيه برضو، عشان يعني انا عايزه اعمل مش بس ان انا اديهم اللبس، لا كمان اديهم الخطه ان هم ازاي ممكن يقللوا من وزنهم شويه، طيب ميرنا، يحلوا ايه بقى مشكله. الخطط المستقبليه اللي عندك وناويه هتجوز تعملي واقعد ايه؟ في البيت. بس بعد كده كل ده خلاص؟ قطعها، شفت اقنعتها خلاص؟ ازاي؟ اقنعتني خلاص. اتجوزت تقعدي في اتجوز البيت واقعد اخر في كلام؟ البيت. وهتفكك بقى من التمثيل والفاشن اكيد الموضوع ده ديزاينر؟ صعب جدا ان الواحده بعد كل ده تقوم قاعده في البيت، صعب. خصوصا انا برج العقرب، وبرج العقرب ده اللي هو بيحب على طول يشتغل في اي حاجه وكذا عملي مجال. اصلا، هو برج عملي. بالظبط. بص، هي كل حاجه اكيد وليها تضحيات، بس انا مبسوطه ان انا طب هكمل ان الناس شاء بقى الله. اللي نفسها تبقى بلوجر زيك، انت توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ بص، هو اي حد عادي ان هو يبقى بلوجر وكده، بس الفكره ان هو لازم يعني اولا يبقى في اتصال بينه وبين الناس،
ان هو يقدر يفهم الناس، يتكلم معاهم، يوصل لهم المعلومه بطريقه كويسه. زي ما شاهد قالت، ما يقبلش اي حاجه، فاهم؟ بس هو ممكن يشتغلوا على نفسهم بالصور وبالحاجات دي ويكون ليهم هدف ويدرسوا يعني، مثلا او عشان برضو ما يلاقوش معلومات غلط. يعني انا قبل ما اقول اي حاجه بتاكد منها الاول، سواء بسال دكتور او بقرا عنها او بجربها في نفسي. اوكي ميرنا، نورتيني، يا حبيبتي. نورتينا، نورتي البرنامج. ميرسي. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لكم تاني. اعزائي المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل ومعانا ضيفه جديده، موديل المحجبات اسراء ثروت. اسراء، ازيك؟ الحمد لله عامله ايه؟ تمام الحمد لله. قدمي نفسك بقى، انا مش هقدمك. اسمي اسراء ثروت، عندي 24 سنه، في اداب عين شمس. دخلتي المجال ازاي بقى قولي لي؟ كنت حابه، وخصوصا ان في ناس كتير كانت بتكلمني ان هي كانت بتقلع الحجاب عشان بس شغل، عشان معترضين على لفه الحجاب، فانا اقدر ان انا اعمل تصميمات حجاب كتير او كذا قصه. انت بتصممي ايه؟ بتصممي ايه يعني؟ انت بتصممي طرح ولا ديزاينر؟ بتصممي اي حاجه ولا متخصصه في الطرح بس؟ طرح بس. طرح بس صح. بس بقدر ان انا الفها بكذا شكل، وشايفه ان انا شخصيه. ده عن مجال دراستك ولا ده بره عن مجال؟ لا ده بره عن دراستي. انا اداب عين شمس، ودخلت المجال موديل، كنت حباه، وان انا اقدر ان انا اغير في لفات الطرح، وان انا اقدر ان انا اساعد البنات كلها ان هي تبقى مميزه برضو بحجابها، مش شرط ان هي تقلع الحجاب عشان تدخل اي مجال، سواء بقى تمثيل او سواء موديل او اي حاجه. طب اسراء، انت ديزاينر، يعني انت اللي بتصممي شكل الطرح، انت موديل كمان، انت اللي بتلبسيهم وبتضربيهم للناس. طيب انت بتلبسي بقى لحد تاني، ولا انت بس انه ديزاينر وبتلبسي الديزاين بتاعتك انت، ولا ممكن؟ لا، هو انا نزلت موديل في كذا بيج، بس انا اللي حابه ان انا اعمل الديزاين. انا نفسي اصلا ان انا اصمم ديزاين معين. بس طب انت عندك ورشه مثلا او؟ لا 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 لا، هي اصلا جات لي ان هي كنت انا واقفه قدام مرايه وكنت بعمل كذا لفه طرح، ولقيت نفسي ان انا شكلي حلو، شكلي مميز مع ميك اب او مع مثلا حلق او مع اي حاجه، هيبقى شكلي لطيف. هو في حد حلو بيقول على نفسه حلو؟ لا لا لا، هي قصدها حلو كتوتال، الحلقه مع الطرحه مع حلو. لا مش ما قالتش اموره يعني، قالت حلو صح؟ بس انا قمر اكيد يعني، الستايل اكيد انا قمر في كل حاجه. لا دي طلعت. طيب انت عملتي لبراندات يعني؟ كنت بتعملي مثلا، لبستي هدوم مثلا كاجوال او لبست كاجوال، ولبست كلاسيك، ولبست خليجي، ولبست سواري، البراندات بره عن مجال التصميم الطرح اللي انت فيه؟ بره عن الطرح، بس برضو بدخل فيها الطرح. يعني اي حاجه بدخل فيها طرح، ان انا بوري البنت ان هي ممكن تلبس اي حاجه، اي مثلا ديزاين بس هيليق عليه برضو الطرح، مش يعني شرط شعر. انتي بتجيبي افكار للبنات علشان مثلا الستايل ده ممكن تلبسوا عليه الطرحه دي؟ جالي ناس كتير بتقول ان انا عايزه انزل موديل، بس شرط ان انا اقلع الطرحه. في محجبات كتير موديلز. قلت لها انت ممكن تعملي قصات طرح مختلفه. طب انت خدت الفكره دي من حد مثلا يعني؟ لا خالص، يعني دي من دماغك انت. والطرحه اللي انت لابساها دي نظامها بتاعتك؟ انت اللي مصممها برضو؟ لا جميله. طيب انت اخدتي اي كورسز بقى عشان الموضوع ده، وعشان تدخلي مجال الفاشون اصلا، ولا ما اخدتيش؟ اخدت كتير. اخدتي كورسز ايه؟ يعني مش قصدي اخدتي كورسز في الفاشن ولا في الفاشن وفي الميك اب؟ بس في الميك اب، يعني هنقول الفاشن اكتر. اوكي. ما بتحبيش تحطي نفسك في حته ان انت ميك اب ارتست؟ لا. طب ليه ما فكرتيش تعملي فيديوز مثلا؟ انا بشوف بلوجرز دلوقتي بيعملوا افكار الطلب مني كتير، بس انا مش بيبقى عندي وقت قوي ان انا اعمل لهم، بس اكيد هعمل لهم حاجه جديده يعني. طب انت ليه ما فكرتيش انك تشتغلي اونلاين؟ اشتغل اونلاين؟ يعني تصممي وتعرضي على بيج مثلا وتعملي اعلانات عليها ويبدا الناس تتواصل معاكي؟ يعني فكرت في حاجه زي كده، بس قلت يعني فيما بعد، مش دلوقتي. انت لسه انا دلوقتي بدرس، فاللي هو دراستي واخده كل ما وقتي يعني، فما ينفعش ان انا اشتغل اونلاين. مين بقى اللي كان داعم ليكي بقى في الموضوع ده، وكان بيساعدك ويقول لك لا صممي، الله الطرحه دي حلوه، يلا بينا نعمل تاني؟ هو اكيد مش اهلي طبعا. ليه مش اهلك؟ ليه رافضين برضه؟ رافضين. طب ليه حجاب؟ لا، هم بيقولوا ان برضو لا مش ستايل حجاب معين هم عايزينه. اوكي صح، عشان الحجاب الصحيح يعني. اوكي. ممكن صحابي هم كانوا بيدعموني كتير. طيب قولي لي بقى، مثلك الاعلى مين من الفاشن ديزاينرز؟ هاني البحيري. اكيد الاستاذ الكبير طبعا، هاني البحيري ديزاينر مشهير. طيب بصي، انا عايز اقول لك على حاجه بقى. دلوقتي انت بتدرسي، تمام؟ خلصت دراسه.
هل المجال ده مستمر معاكي ولا هتشتغلي في مجال دراستك اللي انت اتخرجتي منه؟ انا هشتغل بيه خلاص. التصميم ده مثلا كان فتره معينه بالنسبه لي وخلص. لا انا شايفه ان انا مش هشتغل بدراستي، انا شايفه ان انا هكمل في المجال ده عشان انا حباه، وشايفه ان انا فيما بعد هبقى احسن يعني. انت تدرسي ايه؟ اداب عين شمس. اوكي. يعني المفروض تبقي اداب مدرسه. هبقى صح؟ مدرسه. مدرسه او اخصائيه مثلا. اخصائيه اجتماعيه. انت مجال ايه؟ قسم ايه؟ علم اجتماع. علم اجتماع. علم اجتماع. طب احنا بقى معانا ملك الجمال المحجبات 2019 جنى يحيى. طبعا كسبان المسابقه معانا. يا جنى ازيك؟ يا جنى انا معاكم. عاملين ايه؟ الاخبار؟ الاخبار يا جنى؟ الحلقه الجامده دي منوره الدنيا كلها يا جنى والله. انا مبسوط والله. انتوا اللي منورين الشاشه. ربنا يخليكي. ايه يا جنى، قولي لنا بقى، المسابقه بتاعتك خلصت تمام؟ بعد المسابقه انت قررتي تعملي ايه؟ وايه الهدف اللي انت كنت عايزه تعمليه وما اتعملش او اتعمل؟ يعني احكي لنا بقى القصه. طيب بص، مبدئيا انا هقول لك حاجه، لو حد عنده هدف فمفيش حاجه اسمها المسابقه خلصت، انت مكمل في طريقك عادي جدا. المسابقه دي مرحله وانت بتكمل، بس مفيش حاجه خلصت. انا هدفي كان في المسابقه ان احنا كبنات عامة بقى، محجبات، بنات مش محجبات، يكون عندهم هدف ويعرفوا ان هم فعلا ليهم جزء كبير جدا في المجتمع. فكل بنت عندها هدف بتكمل. بس انا شوية يعني بقى عايزة البنت المحجبة تعرف ان مش بس عشان الطرحة فانت متقيدة بقى وفي شغلك. شايفة يا اسراء بتقولك ايه؟ بتقولك عشان الطرحة، يعني خلي بالك. هي بتوجه لك رساله. طبعا انت قلت ايه؟ انت بتوجهي دلوقتي رساله لاسراء ان تخلي بالها ان الطرحه مش مقيداكي في حاجه، انت ممكن تعملي اي حاجه. أيوة الحجاب طبعا. مش عمره ما كان نقيد، صح؟ بالظبط بالظبط. اسراء ليها راي تاني طيب ولا لا؟ لا خالص، انا مقيداكي جدا. طيب انت ناويه تعملي ايه بقى الفتره دي؟ بس عايزه اقول لك ان انت زي القمر بجد وجميله ما شاء الله عليكي. دي مجامله مني حبيبتي. ميرسي. انا ما بجاملش يا محمد وانت عارفني. انا ممكن يعني اجامل في اي حاجه الا ان انا اقول كده اي راي. تنصحي الموديل المحجبات بايه يا جنى؟ انصحها بان هي، بص، هو حته الموديل شويه محجبات ما كانوش ظاهرين، فهم دلوقتي بداوا يبقوا على الساحه. فان هي تتمسك بحجابها باللبس المناسب للطرحه، عشان برضو يعني هي مش مجرد طرحه على الراس بس، لا. يعني لبسك برضو لازم يكون حطها في حساباتك، في اولوياتك، ان انت بتمثلي دلوقتي شريحه كبيره قوي من البنات اللي هم المحجبات. وفي بنات طبعا بتتاثر بالموديل، فعشان كده ما يعني تخلي بالك من نفسك ومن الطرحه. اهم حاجه ما تخلي بالك من نفسك ومن الطرحه. الطرح. اهم حاجه الطرحه. اهم حاجه الطرحه. تخلي بالك من كل حاجه. جنى احنا بنشكرك جدا، وان شاء الله تنورينا بقى في الاستوديو الحلقه الجايه باذن الله. ان شاء الله. اكيد يا محمد. شكرا إن جدا. شكرا جدا يا جنى. شاهد ايه يا اسراء، احب اختم معاكي، عايزه اقول لك انت دلوقتي ناويه تعملي ايه؟ يعني هل هتفتحي مكان ليكي لوحدك تصممي فيه، ولا لا انا هشتغل اونلاين، ولا انا هتعملي ايه؟ هتعملي الفتره الجايه؟ انا دلوقتي بفكر بس ان انا اخلص بس دراستي، وبعد كده ابتدي ان انا اشوف بقى هفتح مكان يعني، او ان انا ممكن ابيع اونلاين. انهي الاحسن؟ انت شايفه انهي الافضل؟ اكيد هو دلوقتي الاونلاين بقى في كل حاجه احسن. وبقى مميز، وكمان بقى اسرع. بس ممكن بقى نستغل الفتره اللي على ما تتخرجي فيها دي تعملي فيديوز للناس على اساس ان تنزلي براند ليكي، يبقى عندك يعني. هي قصدها يعني تنتشر على السوشيال ميديا. لا السوشيال ميديا دلوقتي حاولي في وقت فراغك بقى، لان فعلا زي ما انت قلتي ان السوشيال ميديا والاونلاين ده هو دلوقتي اهم حاجه في الدنيا. ايوه يعني السوشيال شاهد عندها 100,000 على الانستجرام. 85,000. ماشي ماشي يا شاهد. ما هبتدي اعمل حاجه زي كده. ربنا يوفقك يا رب، ويا رب دايما كده في نجاح، وتعملي طرح، وبعد ما تخلصي الطرح تبداي بقى تعملي ديزاينات ثانيه. ليكي في الاكسسوارات؟ يعني فكرتي تعملي اكسسوارز؟ لا لا لا، هو الطرح بس. هو الطرح. تمام. انا بشكرك جدا وبتمنى لك التوفيق، ويا رب تكوني اتبسطتي معانا. اكيد طبعا. مبسوطه جدا بجد. والله مبسوطه جدا. ماشي. اكيد شرف ليا طبعا ان انا اطلع ببرنامج زي ده. بنشكرك جدا يا اسراء، بتمنى لك التوفيق يا رب. ميرسي. اعزائي المشاهدين، يعني يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه الهجريه، يقعد عليكم الايام بخير يا رب. بنشكركم جدا على حسن المتابعه، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله الحلقات الجايه يكون فيها مزيد من الفقرات المتنوعه ان شاء الله تعجبكم. شكرا جدا.